Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my channel. Episode 9 is a way to learn Surah Al-Baqarah, verse number 26. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Innallaha la yastahyi. Innallaha la yastahyi. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ وَمَا يُضِلُّ بِهِ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ